دكتور حسن حرمت الله الإطار الوطني، مرحبا بكم مرة أخرى في موقع البطولة كوم. كيف مرت الأجواء في هذا التدريب الوطني؟ صراحة الأجواء كانت رائعة، لأن الإخوة المدربين اللي كانوا حاضرين عندهم رغبة وإرادة جد قوية، وسرعة الاستيعاب كانت مفاجئة لي أنا شخصيا، لأن الاستيعاب كان سريع جدا والتطبيق فوق الأرضية كان رائع. اذا بصراحه انا مسرور جدا بحضوري مع الاخوان، وتنتمنى باذن الله باش هذه المناسبه تتكرر. وتنشكر الاخ جابا والجمعيه ديالو اللي هي قامت بهذه المبادره، وتنتمنى باش في المستقبل بحال هذه المبادرات تتكرر كثير في المناطق المغربيه ان شاء الله. وكيفاش تعاملتي مع الكم الهائل من المدربين اللي حضروا لهذه الدوره التكوينيه؟ بطبيعه الحال اولا الانضباط ديالهم ساعدني كثير، وطريقة العمل فوق الأرضية ملي كتكون الطريقة منظمة الأمور كتكون جد سهلة. إذا الآن دوزنا حوالي على ما أظن 80 مدرب، و80 مدرب طبقوا بكل سهولة وبكل انضباط، والأمور دازت بطريقة ممتازة. سي حسن، كيفاش تستطيع توفق ما بين المهام ديال الأخ الرجاء وبين قيام التدريب الوطني؟ والله بمساعدة الرئيس السيد بودريقة، لأن هو كذلك تفكر في المساعدة ديال المدربين المغاربة بصفة عامة، والمنطقة ديال الدار البيضاء بصفة خاصة، وأعطاني الضوء الأخضر كذلك باش ننظم تكوين المدربين داخل الرجاء البيضاوي. والتكوين غيكون مفتوح لجميع اللاعبين السابقين ديال الرجاء، الوداد، الطاس، الراك، الأهرام، أي فريق كان وأي لاعب سابق بغى يتكون غادي نفتحوا له الأبواب. هذه مساهمة من السيد بودريقة والرجاء البيضاوي وأنا شخصيا إن شاء الله. وشنو النتيجة اللي خرجتوا بها اليوم من نادي التدريب؟ النتيجة اللي خرجت بها بكل صراحة الاستيعاب ديال المدربين المغاربة جد 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 سريع، ولو هذا البرنامج طبق في السنوات الماضية لو كانوا عندنا الآن مدربين من أعلى مستوى. وتنظن بأن الوقت مازال ما ضاعش، كنتمنى باش هاد المعسكرات التكوينية تكون كثيرة في المناطق كلها، وتعطى فرص لجميع المدربين، مش إلا نخبة اللي تكونوا، جميع المدربين. أي مدرب بغى يتكون خاص الأبواب تكون مفتوحة باش نساعدوهم في التطوير ديالهم وياخذوا الشهادات اللي ممكن يشتغلوا بها في المستقبل إن شاء الله. على ديك المعسكر، مش غتقوموا بشي معسكر خارج الدار البيضاء؟ احنا عملنا معسكر اولا في الاكادير، وعملنا اخر في الجديده، والان كاين اخوان في وجده، والاخوان في مراكش، والاخوان في اسفي كذلك، والاخوان في طنجه حتى هما طالبين. وتنتمنى في المستقبل لما غيتصلوا بالاداره ديال الرجاء مباشره، الرجاء تسمح لي ان شاء الله باش نمشي ندير معسكرات هناك. سي حسن حرمت الله الاطار الوطني، كنت مع البطوله كوم، شكرا لك. شكرا لك.